السلام عليكم. اليوم جبنا لكم تطبيق كثير مهم وبفيد طلبة المدارس من الصف الأول حتى الثاني ثانوي اللي هو التوجيهي. تطبيق اسمه الراسخون في العلم. لو ضغطنا على هذا التطبيق بيعطينا الواجهة الرئيسية اللي احنا شايفينها أمامنا، اللي هي عبارة عن الصفوف من الصف الأول حتى التوجيهي. بإمكاني أنا أختار الصف اللي أنا بدي إياه، على سبيل المثال الصف التاسع. داخل الصف التاسع راح يعطيني انه هل محتاج انت كتب للفصل الاول ام الفصل الثاني. خلني اختار الفصل الاول، ناخذ احدى الكتب مثلا كتاب التاريخ. معطيني هون في كتاب التاريخ انه في عندي الكتاب نفسه المقرر، ومعطيني تلخيص للمادة لاحد المعلمين، ومعطيني اجابات اسئلة الكتاب كاملة. بيستطيع الجميع انه يستفيد من هذا التطبيق في عملية التعلم عن بعد. فلو أخذنا إحنا على سبيل المثال كتاب التاريخ، الكتاب المقرر من وزارة التربية والتعليم، بإمكاننا نتصفح الكتاب كامل. طبعا تجدر الإشارة هون إنه هذا الكتاب هو نفس كتاب وزارة التربية والتعليم المعتمد. بنحب ننبهكم هون لمسألة واحدة، إنه هذا التطبيق حتى يعمل لازم يكون في عندي إنترنت دائما، ولازم أكون أنا متصل في الإنترنت. بمجرد إني أنا فصلت اتصالي في الإنترنت هذا البرنامج يتوقف مباشرة. والله يعطيكم العافية، ونتمنى لكم سنة دراسية ناجحة إن شاء الله. ولا تنسونا في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يصلكم دائما كل جديد. السلام عليكم.